على الرغم من أن المجتمع السعودي كان يعتمد كغيره من سكان الدول الأخرى على الإنتاج الحرفي للأسرة في عقود قديمة، إلا أن هذه الثقافة جرفتها المدنية والحضارة، ما دفع جهات حكومية للسعي لإعادة الاستثمار المنزلي كأحد مصادر دخل الأسرة السعودية. وصلنا إلى تقريبا 15,000 مستثمرة من المنزل على مستوى المملكة، طبعا هذه أرقام تقديرية، الإقبال كبير زاد مع في هذه السنوات الأخيرة، خاصة لما بدأ يصير في احترام للمهنة هذه، احترام للمجال هذا، أنه يكون في استثمار من المنزل بنشاطات مختلفة، وشجعناهم احنا بالغرفة التجارية بأنهم ممكن أنه يكون عندهم مهارات معينة وممكن يشتغلوا عليها. ويسعى عدد من السيدات السعوديات التي يعملن في الحرف اليدوية من المنزل برغم العوائق التي تواجههن إلى تسويق منتجاتهن من خلال المعارض الشحيحة التي تقيمها جهات حكومية، ومنها معرض منتجون الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض، فيما يعملن على الاستفادة من نوافذ التواصل الاجتماعي لتسهيل التواصل مع الباحثين عن منتجات الأسر المنزلية. بدأت لي سنة تقريباً وأبدعت، ما توقعت أني بأبدع في هذه الأشياء، وهي حرفة قديمة لأجدادنا، فكان من غريب أنه فتاة عشرينية تبدأ في حرفة قديمة لأجدادنا. حتى الناس كانوا لما يجون عندي يقولون أنت تعرفين تسوين؟ إيه أنا أعرف كيف أسوي. إنستغرام كان مخرج برضو جيد جداً ورائع بالنسبة لنا، عن طريقه ما شاء الله يعني ما تقيدنا بس بالمملكة، بدول الخليج من حولنا. وفيما تسعى وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى دعم الأسر المنتجة من خلال الترخيص لها، تبقى الجهود المبذولة في هذا الاتجاه قاصرة عن توفير البيئة التي تسهم في تعزيز هذه الصناعة. في بلد تصل فيه أعداد العاطلات عن العمل إلى 682 ألف مواطنة، تتجه السعودية إلى محاربة البطالة من خلال زيادة التشريعات والتطبيقات المعززة للاستثمار المنزلي ودعم الأسر المنتجة. بدر ربيعان، سكاي نيوز عربية، الرياض.